ديال عام الجامعات المحليه بوزاره الداخليه يعني لا باس به. تغتنم فرصه تواجد الخبراء الامنيين من البلدين لدعوتهم لوضع اللبنه الاولى لاستحداث لجنه امنيه مشتركه تاخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل بضمان امن بلدينا وسلامه مواطنينا. فاستحداث هذه اللجنة في السياق الحالي هو أكثر من ضروري لمجابهة التحديات الأمنية الراهنة العابرة للحدود والوقوف أمام كل محاولة للتربص أو تهديد أمننا المشترك لا سيما على المستوى الشريط الحدودي. وإنني على يقين من أن نتائج هذا اللقاء لما له من أهمية ستشكل قفزة تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية، فضلا عن تأمين الحدود المشترك ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية.